الذاكرة الكامنة في الملاعب الاصطناعية التي تجعل الكرة تتصرف بشكل غير طبيعي. يمكن تعديل عمل الضاغطة لإنتاج تفاوتات في المقاومة والكثافة، بحيث تكون المادة منسجمة مع مهمتها الخاصة بها. تظهر النفايات المعاد تركيبها كسجادة مطاطية متكاملة، ومهمة اليوم هي نوع جديد ليناسب لعبة الكريكت. إذن من الإطارات القديمة نحصل على طبقة مطاطية متكاملة مع ممتصات صدمات وملاعب اصطناعية، وعلى العشب الاصطناعي تتصرف الكرة طبيعيا. الشركة التي اكتشفت قيمة نفايات المطاط مركزها في مطحنة هوائية قديمة، وهنا وسعت عملياتها باستعمال نفس التكنولوجيا لإنتاج نوع جديد من الإسفنج المصنوع من نفايات المطاط. قطع مختلفة من أماكن مختلفة يتم تجميعها وتقطيعها، ثم تضخ إلى ضاغطة ضخمة حيث تضاف المواد الكيميائية وتعرض للبخار. تظهر مكعبات من الإسفنج المعاد تركيبه كل 10 دقائق. بتغيير كثافة المكعبات يمكن استعمال الإسفنج في عدد كبير من المجالات، ويمكن تزويد السوق بوسادات الجمناز وممتصات الصوت وحشوة للموبيليا وحتى الأحذية. قوالب خاصة تزود صناعة السيارات بسنادات الأذرع والرأس. أعمال مؤسسة على النفايات المطاط والإسفنج. النفايات تكون ناجحة في بعض الميادين، إلا أن الكيماويات المستعملة تمثل مشكلة كبيرة. فهناك أكثر من 60,000 مادة كيماوية تستعمل يوميا، وكل سنة تظهر مئات من الأنواع الجديدة. بعضها خطير، وتتحكم بالتخلص منها ضوابط صارمة. بحكم القانون فإن كل شحنة من النفايات الكيميائية يجب أن تدقق عليها السلطات المحلية، فلا يسمح بالتخلص من هذه المواد بلا رقابة على الأرض أو في البحر. هنا في المناطق الوسطى من إنجلترا يستعمل المجلس البلدي أجهزة الكمبيوتر لتسجيل كل تفاصيل حركة نفايات المواد الكيميائية، من ينتجها وبأي كميات، ومن يتخلص منها وأين. نفايات الكيماويات هي أكثر المواد الخام تعقيدا، ولكن المناطق الوسطى في إنجلترا بدأت تحولها من عملية سلبية إلى أغراض مربحة. ويقوم فريق من المفتشين المسلحين بهذه المعرفة الواسعة بتحديد الشركات التي تستطيع الاستفادة من نفايات الكيماويات. Good morning, Ken Morris, BBH. Hello, Ken. Oh, great. Look, I've found a load. It's about 3,000 gallons of methylene chloride, and it seems to be very suitable for what you want. Thanks very much, Frank. I will arrange... طبعا هذه الشركات متحمسة لهذه الفكرة، ولكن عندها أيضا وازع مالي. معالجة النفايات توفر في تكاليف عملية التخلص منها، كما أن المستعمل يوفر مبالغ متعلقة بالمواد الخام أو الطاقة. إحدى الشركات الجديدة تزدهر على المرفوضات، وعملها هو إزالة الدهان عن المواد المعدنية التي دهنت أصلا بشكل سيء.
فإذا كانت العملية كلها مجرد إعادة الدهان فلماذا التخلص من سلع جديدة تماما؟ هذه الشركة لا تعيد استعمال نفايات المواد الكيميائية فحسب، بل تجعل أداءها أفضل من قبل أيضا، فحتى المنتجات الجديدة تتلوث بترسبات الدهان، ولكن الآن بإضافة مادة مساعدة معينة يمكن استعمالها مرة وأخرى بدون أن تتأثر بالدهان. إنها منتجات مرفوضة، ولكن بعد معالجتها لن ترفض أبدا. خلال السنة الأولى من هذه العمليات تم إحراز الكثير من النجاح، ولكن كان هناك مواد ضائعة سدى. المزيج المعقد من المواد بكميات قليلة يمكن أن يسبب مشاكل كما لو كانت الكميات ضخمة، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة بعد أن يتم تحديد وضعها. كميات الأدوية الفائضة يمكن استعمالها لإنقاذ الأرواح. المدارس يمكن أن تحصل على مواد كيماوية مجانا لمختبراتها. يتم التدقيق على كل زجاجة قبل إرسالها، والهدف هو عدم إهمال أي شيء له قيمة. بإعمال الفكر قليلا يمكن الحصول على أشياء غير متوقعة من النفايات. السوائل القديمة لحل الدهان تساعد المزارعين على إطعام مواشيهم، فلأنها قابلة للاشتعال فإنها مصدر جيد للوقود إذا ما استعملت في مرجل مهيأ خصيصا، ويستعمله المزارع لتسخين الطعام المتبقي وإطعامه للحيوانات. تحصل الحيوانات على وجبة ساخنة بدون إضافة التكاليف على المزارع. الحيوانات لا تعتبر النفايات على أنها قمامة، وربما كان في ذلك عبرة لنا. التخلص من النفايات بطريقة مهملة يضر بالمجتمع من حيث التكاليف والإضرار بالبيئة. لقد حولت المخيلة النفايات إلى إمكانات مربحة. يجب أن نتعلم أن ننظر إلى النفايات على أنها شيء ربما لم يعد صالحا لغرضه الأصلي، ولكن ليست مجرد قمامة. ولكن يجب أن نتعلم بسرعة إذا أردنا لكوكبنا ألا يصبح مرمى قمامة ضخم، وكل ما نحتاجه هو إمعان الفكر قليلا. تعرف معنا على قصة الحياة.